صباح السعادة من جديد مشاهدينا. تجارب الحياة هي العامل الأهم في صقل شخصية الفرد ومعاونته على حل الصعاب والخروج من الأزمات، وهي التي تخلق الحكمة. غالبا ما تترك التجارب آثارها على الإنسان، لكن الشخص القوي هو من يتعلم الدرس ويحول من الفشل نقطة للوصول إلى الهدف والنجاح. نتحدث مشاهدينا أكثر عن إعادة التأهيل النفسي والانعكاسات. دكتور عمرو العثماني، صباح الخير. صباح النور. في البداية دكتور، دائما ما بعضنا في التجربة الأولى في حياتنا تكون فاشلة بعض الأحيان، وحتى التجارب اللي بعدها، لكن هل من الممكن أن تكون التجربة الأولى دائما مؤذية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فكرة أن التجربة في حد ذاتها تكون مؤذية من عدمه، بعض الناس عندهم قناعات أن لازم أخذ التجربة بنفسي بدون ما استشير حد، ان انا باخد التجربه من خلال معرفتي السابقه اللي هي بتبقى لحد ما فيهاش خبره، كطالب مثلا لسه خريج من الجامعه عايز يبدا في سوق العمل، فانا محتاج اقعد مع استشاري يبدا ان هو يلخص الطريق. زي بالظبط لو انا عاوز اروح عنوان معين، لو انا هعتمد على نفسي فقط بدون استخدام مثلا جي بي اس او استخدم تاكسي او اسال حد من اهل المكان الموجود فيه العنوان، هبدا ان انا استغرق وقت طويل جدا في عمليه البحث عن العنوان. بالعكس ان انا لو جيت استخدمت فكره الاستشاره او الكونسلتنسي او الاستشارات بشكل عام، هقدر ان انا اوفر وقت واوفر مجهود بشكل اسرع. وبالتالي لو مع حضرتك نعم صحيح، ايدك في الموضوع بالضبط. لكن فكره للاسف في بعض العالم العربي وبعض الميديا او المسلسلات صورت لنا فكره الشخص العصامي هو الشخص اللي مش بيسمع لحد تاني، وبالتالي لازم يمر بتجارب قاسيه كتير وبتجارب مؤذيه كتير عشان يبدا يتعلم، وده في حد ذاته خطا بشكل كبير جدا. ليه؟ لان ببساطه احنا عندنا الطاقه النفسيه بتاعتنا مع الوقت بتبدا ان هي ايه؟ بتقل. حتى لو انا دخلت تجربه مؤذيه وبدات ان انا استنفذت جزء من طاقتي النفسيه اللي كنت المفروض ابدا استمتع بيها لما ابدا انجح في التجربه من خلال استشاره كويسه جدا مع حد يكون عنده وعي وهكذا يعني. صحيح دكتور، أكيد في بعض الأحيان يعني التجارب في الحياة هي فضفاضة، ما في شيء مريح وما في شيء في نفس الوقت ممكن يكون في جميع الأحيان مؤذي، ولكن هل أنت دكتور وياي في هذا الموضوع أن الشخص اللي يشعر بقمة الألم هنا تكمن لحظة التغيير أو لحظة البدء من جديد؟ جميل. هنا فكرة الراحة بس بحد ذاتها، هل يوجد حاجة اسمها راحة؟ لا، لا يوجد مفهوم عندنا يسمى الراحه. الراحه بحد ذاتها ان انا بتقبل الوضع بتاعي كما هو. كل حد فينا عنده قدر من الاشياء اللي بيفتقدها، اللي بيفتقد الدفء الاسري، اللي بيفتقد الرعايه العاطفيه من الزوجه، اللي بيفتقد الاستقرار المادي والعملي. كل حد فينا ميزانه متساوي مع الاخر ولكن باختلاف. اوكي؟ ولكن هنا فكره الراحه بحد ذاتها مفيش مفهوم للراحه بحد ذاته. توقفك عن فعل الشيء الايجابي ده في حد ذاته شيء سلبي. صحيح. يعني احنا بنفضل موجودين، ربنا سبحانه وتعالى بيقول فاذا فرغت فانصب. كل ما تفضى حاول تشغل نفسك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم تشغل نفسك بالحق شغلتك هي بالباطل. معنى كده ان انا في حاله توقفي عن الحق وعن الشيء الايجابي اللي في حياتي اللي هيضيف لي وهيضيف للمجتمع بتاعي، ده في حد ذاته باطل او ده شيء سلبي. ففكره الراحه بحد ذاتها لعمليه اعاده الشحن او حاجه، اوكي هي حد ذاتها مش راحه. ممكن لو بعمل اعاده توجيه للطاقه بتاعتي من الجانب العملي والجانب المادي في الوظيفه بتاعتي الى ان انا بشغل وقتي باصدقاء، ببدا اشغل وقتي بزوجه، باولاد، بعائله وهكذا. لكن فكره ان الشخص قاعد مع نفسه فقط وفقط، ده بحد ذاته بيبدا يجي له حاجه نوع من انواع النجوى اللي هو فكره الاوفر ثينكينج او التفكير الزائد، ده بحد ذاته تاثيره سلبي. استاذ او دكتور، في دائما احنا نعرف انه التجارب الحياتيه تختلف من شخص الى اخر، وتختلف ايضا تلقي الفكره من شخص الى اخر، لكن دائما ما يكون في بعض الاحيان لاشخاص مشاكل حياتيه تجبرهم على الخوض في تجارب حياتيه بشكل اكبر، فهل من الممكن للطبقه الاجتماعيه مثلا دور في وجود التجارب الحياتيه في حياه الاشخاص؟ زي ما بيقولوا كده، مش لازم عشان اكون مدير فلازم اعيش حياتي بشكل كبير اخد خبره الموظف، لان الموظف هو محتاج مهارات تكنيشن او المهارات الفنيه بشكل معين، لكن انا لو كمدير محتاج مهارات خاصه بالجزئيه الاداريه، او كذلك الطبقات الاجتماعيه. انا كطبقه متوسطه قدامي تحديات معينه باخد خبراتها وفقط تمام، لكن انا في طبقه اعلى شويه ببدا اخد تجارب مختلفه خالص بتحديات مختلفه خالص، وبالتالي فكره اختلاف الطبقات طبعا بيعتمد على
ان انا عندي اكتر من شيء بيبدا بيسموه تحديات مختلفه، فالتجارب بتكون مختلفه، لكن مش معنى كده ان انا موظف جيد ان انا هكون مدير جيد. نعم دكتور، دائما نقول في مقوله تقول انشغل في عملك للدرجه التي تلهيك عن تعاستك، هل انت مع هذا الموضوع؟ هل يعتبر تحفيز فعلا ايجابي في الحياه ان الشخص ينجح في عمله ويلتهي عن تعاسته في حياته في بعض الاحيان الشخصيه؟ جميل، هنا مش نقدر نقول عليها انشغال اكثر منها هروب. اوكي، وده هروب المقوله نفسها ما فيهاش وعي، بمعنى ايه؟ ان احنا بنخلط ما بين الانجاز الشخصي والعملي تمام وما بين الراحه النفسيه. نعم اوكي، الراحه النفسيه في الرضا، في ان انا اكون عايش في نوع من انواع السلام النفسي والداخلي مع نفسي وعندي نوع من انواع الاتساق مع نفسي الداخليه، ولكن الجزئيه العمليه دي حاجه تانيه خالص، فلو عندي اضطراب في نقطه نفسيه مش هيعوضها الانشغال العملي، ولكن كل اللي هيعمله الانشغال العملي تاجيل الانتكاسه النفسيه اللي هتحصل كده كده. ايضا دكتور، العيش مع التحديات قد يجعل الحياه ذات معنى، لكن كيف من الممكن ان نتعامل مع الاثر السلبي التي قد تتركه في نفوسنا تلك التحديات؟ اوكي، هي كل تحدي بنمر بيه هو مش بيترك اثر سلبي غير ان احنا ادركنا ان هو اثر سلبي. اوكي، احنا بنخوض تجربه معينه، كل شيء يحتمل الصواب والخطا. جميل، كل شيء في احتماليه نجاح واحتماليه خساره، زي فكره حتى البورصه باجي مثلا عند توقع معين ان السهم هيزيد. ما ممكن يقل، في احتماليه ان هو يقل، ففكره ان انا هعيش حياتي كلها ان هي هتكون ايجابيه وان هي هتكون صالحه وان هي هتكون كويسه خالص، ده يتنافى مع قول الله سبحانه وتعالى قصصنا الانسان في كبد. صحيح. الحياه تعب ومشقه وكذا، ولكن ده مش معناه ان انا اعيش في تعب ومشقه، لكن ربنا قال عني انا ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، فانا كانسان صحيح. اعيش في احسن صوره واحسن هيئه واحسن حاله نفسيه، ولكن وصف الحياه هو كبد. مش معنى صحيح. أنا دخلت اختبار أصلاً. في النهاية أن الله يعطي أكيد أصعب المعارك لأقوى جنوده على الأرض. شكرا دكتور عمرو العثماني، استشاري إعادة التأهيل النفسي للانتكاسات، يعطيك ألف عافية على هذه المعلومات التحفيزية لهذا الصباح. شكرا لحضرتك.